حلوين، رح فرجيكم بهذا الفيديو روتيني الميك اب اليومي. طبعا قبل كل شيء دائما لازم استخدم سان بلوك، خاصه بهالجو الحار. حاليا عم بستخدم فوتو ريفرس سان بلوك من استيديرم، مش بس لانه هو واقي الشمس، بس كمان هو بالنسبه لي علاج للبشره، بخفف من اثار البقع الداكنه وبيعطي نضاره حيويه للبشره. باخذ كميه صغيره منه على ايدي، بعدين بمسح كل وجهي بالتساوي بهالكميه، ومن بعد هالخطوة ببدأ روتين الميك اب اليومي.